ارحب الفنان الجميل شريف رمزي معنا في بوابه اخبار اليوم. اهلا بيكي واهلا بكل الساده المشاهدين. كل سنه وانت طيب بقى، والعيد الفتره الجايه بقى هتعمل ايه؟ هشتغل، عندي فيلم بنحضر له طول رمضان شغال عليه دلوقتي اسمه بتوقيت القاهره. فيلم هيبقى من اهم الافلام ان شاء الله الفتره اللي جايه، لانه فيلم جاد وفيلم فيه كوميديا محترمه جدا وجديده، بطوله نجوم كبار جدا مش هقدر اقول اسمائهم الا لما يكتملوا. تاليف واخراج امير رمسيس، انتاج استاذ سامح العجمي. فيلم هيبقى من الافلام الجاده المهمه، لان احنا بقالنا كتير ما عملناش افلام جاده ومهمه، فاملي ان احنا نعمل افلام محترمه وجاده تاني وفي نفسها تكون كوميديه. وعندي فيلم تاني رومانتك كوميدي بعد هتقولي راجل، ان شاء الله برضه هيبقى خطوه الناس تستمتع بيها ان شاء الله. انت رايك ايه في موسم السينما السنه دي؟ انا شايف ان ده موسم من اهم المواسم، واذا كان من احلى المواسم اللي مرت على مصر من خلال 3 سنين اللي فاتوا، لانه موسم مزدهر في افلام مختلفه عن بعض، غير تقليديه، مهمه، حلوه، ابطالها نجوم كبار. اعتقد ان ده هيعمل تنوع وهيعمل اختلاف وهيعمل متعه للساده المشاهدين. يعني النهارده تبارك لاسره فيلم الحرب العالميه الثالثه، تقول لهم هقول لهم الف مبروك. انا فهمي وشيكو وهشام اخواتي، مش بس اصحابي، ولادي طبعا، لان احنا احنا في سمير وشير وبيرتو طالعين ولادي، فدايما بقعد اهزر معاهم بالشكل ده. لا، هم من النجوم الموهوبين جدا اللي عايزين يعملوا حاجه غير تقليديه وسينما محترمه وجديده، واعتقد ان هم نجحوا في ده وبينجحوا في ده. عملنا مع بعض فيلم من انجح الافلام اللي مرت على السينما، سمير وشير وبهير، واعتقد ان هم افلامهم القادمه منهم فيلم الحرب العالميه الثالثه هيبقى من اهم الافلام اللي موجوده في سنه 2014 ان شاء الله. واتمنى لهم كل التوفيق، لان كل ما هم هينجحوا السينما كلها هتنجح، لان هم بيشكلوا قطاع مهم جدا في السينما، هو سينما الشباب الجديده المختلفه الغير تقليديه اللي بتفكر بره الصندوق يعني.